مكان وكان له في الحضور عنوان، دلوقتي أصبح أثر تاريخه يحكي اللي كان، هرم مسلة ومئذنة وتاريخ كبير وزمان، فرعنة ومقدون وصين ومن رومان واليونان، هنزور مكان ومكان وإحنا بصحبة فلان. صوت العرب من القاهرة يقدم زيارة المكان بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان، معكم فيها اليوم منا محمد لصنص أداب أثار جامعة عين شمس. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين. موضوع فقرتنا النهاردة عن لعنة. لعنة سببت الزعر لعلماء الآثار واللصوص، هي اسمها لعنة الفراعنة. لعنة الفراعنة هي حقيقة أم مصادفة؟ 94 عام مر على اكتشاف تابوت توت عنخ آمون، وما زال السر غامض. ووفاة الممول المسؤول عن البعثة بعد عام من الاكتشاف، يا ترى ده بسبب ايه؟ وايه الاحداث اللي حصلت؟ مساعد كارتر توفى وانتحر والده، وفي الجنازة دهس طفل لم يمر أكتر من عام على اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، حتى فوجئ العالم بعدد من حالات الوفاة الغريبة التي أثارت استغراب البعض، وربط بينها وبين قضية لعنة الفراعنة. توفى ممول البعثة بعد الاكتشاف بسنة واحدة، وفي سنوات أخرى مات الكثير من المستكشفين، وماتوا في ظروف وحوادث مختلفة وغامضة وغريبة وأثارت جدل الجميع. تعالوا معانا لنتعرف على قصة لعنة الفراعنة. هل هي فعلا اللعنة دي متواجدة حتى وقتنا هذا، ولا هي كانت مجرد حدث حصل أثار دجل الكل وخلى الجميع في حالة دهشة؟ بدأت قصة لعنة الفراعنة مع اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، وهو ما يدعى بالفرعون الصغير. هذا الاكتشاف هز العالم كله، حرفيا هز العالم كله، والذي تم على يد المنقب الإنجليزي البروفيسور كارتر بتمويل من اللورد كارنفون. تم اكتشاف التابوت الملك الصغير في منطقة وادي الملوك بمدينة الأقصر، ومن وقتها وهو الحديث عن لعنة الفراعنة وانتقام الفرعون الصغير منهم. سؤال أنا شخصيا أحب أن أعرف، هو فعلا في حاجة اسمها لعنة الفراعنة؟ وهل موجود دلوقتي حاجة اسمها لعنة الفراعنة؟ طب ازاي؟ انني اشعر بالجحيم، هذه كانت اخر كلمات كتبها اللورد كارنفون بعد ان تعرض لمرض شديد، حيث وصلت درجة حرارته لـ40 درجة، ووصل به الحال لنوبات من القشعريرة الشديدة من تأثير الحمى عليه والذي اصيب بها، ومات اللورد كارنفون عن عمر 57 سنة. وبسبب موت كارنفون كان أول مرة يتحدث العلماء والصحفيون عن هذه اللعنة. لعنة أثارت الجدل، لعنة كانت سببها الملك الصغير أو ما يلقب بالفرعون الصغير، وهو الملك توت عنخ آمون. يوجد الكثير من الرجال الذين شاركوا في هذا العمل الضخم، وشاركوا في اكتشاف هذه المقبرة أي التابوت الخاص بالفرعون الصغير وهو الملك توت عنخ آمون، حيث مات الكثير من مساعدين الممول اللورد كارنفون، وذلك سبب الذعر والرعب الشديد مما أدى حدوث هذه الوقائع التي حدثت
زار أحد محبي الآثار المصرية وشاهد الاكتشاف الضخم وانبهر به جدا، لكن في صباح اليوم التالي توفى بدون سبب. يقال بأنه هو توفى بسبب حمى شديدة ظهرت عليه الأعراض في منتصف اليوم، وفي مساء نفس اليوم توفى وجاء خبر وفاته اليوم التالي. وهذا كان الزعر الأكبر والمصيبة التي حلت على كل من قام بدخول هذه المقبرة، مقبرة الملك توت عنخ آمون. هل يصح؟ هل يعقل أن يأتي رجل من محبي الآثار يدخل هذه المقبرة ليرى الاكتشاف الضخم ويصيب بالحمى ويتوفى في نفس اليوم؟ حدثت العديد من الوفيات الغير متوقعة، إذ كان من العمال أو علماء أو زوار وغيرهم وغيرهم، حيث يشير أن مع حلول عام 1929 كان قد توفى حوالي 22 شخص تحت ظروف غامضة من الأحداث، وكل هذا بسبب الاكتشاف الضخم، اكتشاف تابوت توت عنخ آمون. منذ القرن العشرين ناقشت العديد من الأفلام والكتب الوثائقية عن تلك اللعنة الناجمة عن أسباب علمية تفسيرية مثل بكتيريا أو إشعاع الناتجة عنهم. يعني لعنة الفراعنة بيقال عليها إنها مش لعنة بالمعنى اللي كل فهمه، ولكن هي ناتجة عن أسباب علمية. هي لعنة الفراعنة بتشير إلى الاعتقاد بأن كل من أراد أن يدخل مقبرة خاصة بفرعون مصري قديم بتقام عليها اللعنة، مثل ما حدث في علماء الآثار والمساعدين والعمال الذين كانوا مشرفين على العمل الضخم الخاص بالملك توت عنخ آمون. توجد صحيفة ذكرت بأن الأصول الحديثة للحكايات المصرية عن هذه اللعنة اعتبرها معظم الشعوب على أنها فيلم رعب مشيق، حيث أن تشير هذه اللعنات المصرية في المقام الأول إلى ظاهرة ثقافية وليست علمية كما ذكرنا من قبل. بدأت أسطورة لعنة الفراعنة عند افتتاح مقبرة الفرعون الذهبي الصغير توت عنخ آمون عام 1922. أول ما لفت انتباههم هي النقوش المكتوبة على تلك هذه المقبرة أو التابوت. مكتوب: سيضرب الموت بجناحيه السامية كل من يعكر صفو الملك. هنقول تاني الجملة اللي كلاقوها مكتوبة على هذه النقوش، مكتوب عليها: سيضرب الموت بجناحيه السامية كل من يعكر صفو الملك. هذه هي العبارة التي وجدت منقوشة على مقبرة الفرعون الصغير الملك توت عنخ آمون، والتي أدى اكتشافها إلى ظهور حوادث غريبة غير مقنعة، بدأت بموت الكثير من العمال القائمين بالبحث في هذه المقبرة، وها هو ما حير العلماء وجعل الكثير يفكر فيما يسمى بلعنة الفراعنة. ومن بينهم علماء الآثار وهو العالم كارتر، والتي بدأت سنوات العذاب، حيث أن كهنة مصر القديمة صبوا لعنتهم على هذا الشخص الذي يحاول نقل تلك الآثار من مكانها. يقال أن من وقت ما تم فتح المقبرة قيل بأن ظهور عاصفة رملية قوية شارت حول قبر توت عنخ آمون في اليوم الذي فتح فيها المقبرة، وشوهد صقر يطير فوق هذه المقبرة. يقال بأن هذا الصقر هو حامي الملك، أي حامي الفرعون الصغير،
درع الحماية لي، وهو أحد الرموز المقدسة لدى الفراعنة. هناك عالما ألمانيا فتح ملف هذه الظاهرة مرة أخرى ليفسر لنا بالعقل والطب والكيمياء كيف أن 40 عالما وباحثا ماتوا قبل فوات الأوان. والسبب هذا الفرعون الصغير، هذا الملك الذهبي، هو توت عنخ آمون. وأخيرا وفاة الدكتور جمال محرز، مدير عام مصلحة الآثار في المتحف المصري، والذي قال: أنا ببساطة لا أؤمن بهذا، فأنا منهمك في قبور ومومياء الفراعنة منذ زمن طويل، طيلة حياتي، فأنا برهان حي دليل على كل هذا. الغريب والذي حدث دون توقع الجميع هو أن الدكتور محرز توفى في نفس اليوم الذي نزع فيه قناع توت عنخ آمون. يا الله، في نفس اليوم توفى الدكتور محرز، في نفس اليوم الذي نزع فيه قناع الملك الصغير توت عنخ آمون، توفى بسبب هبوط في الدورة الدموية. أحب أني أضيف جملة أو معلومة، أقول أن تشير مواقع السوشيال ميديا وناشنال جيوغرافيك أن الدراسات أثبتت أن لعنة الفراعنة كانت بيولوجية في طبيعتها، وأظهرت الدراسات أن بعض المومياوات القديمة حملت العفن والبكتيريا حاملة لبعض الفيروسات المسببة للوفاة في تلو اللحظة. بمجرد لمس هذه المومياوات يتم قبض روح هذا الشخص. إنها أسباب علمية، والتي تتسبب في ضيق النفس ونزيف بالرئتين. مومياوات قديمة من قديم الأزل حاملة العفن والبكتيريا، فبالطبيعي أن يحدث حالات الوفاة، حيث أوضحت أن الدراسات التي أجريت عن تلك هذه البكتيريا أثبتت أنها من الممكن أن تكون سببا في العديد من الأمراض، وأن هذه اللعنة، أي ما يقال عليها لعنة الفراعنة، ليس بالمعنى الحرفي الذي يتوقعها الجميع، وإنما هي أسباب علمية. أوضحت الدراسات التي أجريت عن تلك البكتيريا أنها من الممكن أن تكون سببا في العديد من ظهور الأمراض، وأن تلك اللعنة التي تسمى بلعنة الفراعنة ليست بالمعنى الحرفي الذي يتوقعها الجميع، وإنما لها أسباب علمية. بخصوص موضوع لعنة الفراعنة، احنا اخذنا رأي اكبر عالم ومكتشف في علم الاثار، هو العالم زاهي حواس، اللي كشف لنا عن حقيقة لعنة الفراعنة. العالم الاثري زاهي حواس عشق الحضارة المصرية القديمة، فافنى عمره في خدمتها حتى بات نجما عالميا في مجاله، مجال الاثار، فهو احد اشهر الاثريين على كوكبنا، هو العالم الأثري زاهي حواس، حيث قال بخصوص موضوع لعنة الفراعنة أنه حاليا يكتب مقالات عن هذه اللعنة التي أثارت دجل الجميع، والتي بدأ الحديث عنها بعد وفاة المكتشف كارتر، وهو مكتشف مقبرة الفرعون الصغير الملك توت عنخ آمون بعد 3 شهور، والذي اكتشفوا جرح على وجهه، وكان نفس الجرح الموجود على وجه الملك الصغير توت عنخ آمون.
كما كتب باحث ألماني عن هذه اللعنة وهي لعنة الفراعنة، ورصد في كتاب له أنه التقى بعالم الآثار الدكتور جمال محرز، قال بالنص: فتحت واكتشفت مقابر عديدة وأنا بصحة جيدة. وفي اليوم التالي سمعنا خبر وفاة الدكتور جمال. أنا في قمة دهشتي عن هذا الخبر. يقول العالم الأثري زاهي حواس: بالنسبة لي عند زيارتي لمقبرة توت عنخ آمون حدثت لي حوادث كثيرة. منها أول حدث، سائق السيارة التي كنت أركبها كاد أن يدهس طفل، وفي نفس الوقت اتصلت بي أختي لتخبرني بخبر وفاة زوجها. عند نزولي للمقبرة كان معي جهاز أستخدمه في عملي، بمجرد نزولي ونقل الموميا الجهاز توقف عن العمل، لكني اعتبرت كل هذه الحوادث مجرد مصادفات ولم اعتبرها بأنها لعنة. موقف آخر يحدث للعالم زاهي حواس، والذي يقول: كنت في إحدى المرات في عملية تنقيب وحفر في الواحات البحرية، ورأيت تمثالا وكان في إحدى يداي مصباح وفي الأخرى سكين، وأثناء الحفر انقطع سلك الكهرباء وفقدت الوعي لفترة بسبب تعرضي الشديد للتيار الكهربائي. وبعد انتهاء الموقف قلت لصديق لي كان برفقتي: إذا وقع لي أي مكروه في هذا الحادث لصدق الناس ما يقال عن هذه اللعنة. حيث أكد العالم الأثري زاهي حواس أن تفسير كل هذه الحوادث هي أن في الحقيقة أن المقبرة مغلقة لأكثر من 3000 سنة، ويوجد بها مومياوات بها جراثيم غير مرئية، وبمجرد النزول لهذه المقبرة تتعرض لهذه الجراثيم التي لو تمكنت من الإنسان لقتلته. فمن الأفضل أن تتم فتح المقبرة أولا كي يدخل لها هواء نقي، كما فعلت أنا في اكتشافي في وادي المومياوات الذهبية. هناك ما يسمى بهوس الفراعنة. يقول زاهي حواس: في إحدى المرات قابلت أنا سيدة أمريكية قالت لي أنا نيفرتيتي وأنا عارفة مكان مقبرتي، فتعجبت من هذا الرأي، ولكن الدليل أو ما يقال بأن يوجد عشق العالم للفراعنة، هذا دليل على أن العالم كله يعشق الحضارة المصرية ويعشق الفراعنة، كما أن نصف سكان العالم يعتقدون أنهم عاشوا في مصر قبل 3000 سنة، وهناك حالة من الهوس الفرعوني بمقابر توت عنخ آمون ومقبرته الذهبية واندهاشهم بالهرم وعجز العلماء عن التوصل إلى طريقة بناء الأهرامات، بالإضافة إلى وجود السحر والغموض العام الذي يملأ بها الحضارة، إنها الحضارة المصرية عجز أمامها العالم بأكمله. عرضنا موضوع لعنة الفراعنة على أصدقاء البرنامج وكانت الردود كالآتي: في من قال بأن لا توجد لعنة فراعنة من الأساس بسبب أن القدماء المصريين في قديم الأزل كانوا مهتمين جدا بوضع أبواب وهمية علشان تقدر تحمي كل المقبرة. الأبواب الوهمية هي عبارة عن أبواب بتتوي اللصوص أو بتتوي كل من أراد أن يسرق ممتلكات الملك. الأبواب الوهمية
هي عبارة عن درع واقي أو أبواب لجأت إليها المصريين القدماء لحماية جميع ممتلكاتهم. ده كان أول لقطة. ثاني رأي معترف بموضوع لعنة الفراعنة وبيقول بأن فعلا في حاجة اسمها لعنة فراعنة، وممكن تكون اللعنة دي موجودة وفعلا سببت بعض حالات الوفاة بالذات بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وبيأكد الكلام. وفي رأي ثالث بيقول بأن لعنة الفراعنة ده شيء طبيعي لازم يحصل بسبب غلق المقبرة أكثر من 3000 سنة، فده أمر طبيعي بالذات أن الفراعنة كان من المحتمل يضعوا بعض الغازات السامة في كل مقبرة، بحكم أن إذا أراد شخص ما اقتحام هذه المقبرة فتقضي عليه هذه الغازات السامة. روي أحد الشيوخ الممرممين في بعض المقابر، قال في إحدى الأيام عندما توجه مع الآخرين العمل في المشروع لترميم المقبرة لفت نظرهم بعض المومياوات التي وجدوناها في المقبرة. وجد واحدة منهم كأنها تريد أن تخبرهم بشيء ما، لكنهم لم يهتموا بالموضوع واعتقدوا أنها مجرد خيال. في اليوم التالي تقرر ما حدث في أمس، وكأنها تريد أن تخبرهم بشيء ما، وكانت ترتم بعض الكلمات، ولكن هذه الكلمات كانت غير مفهومة وكأنها مثل لغة الإشارة. تابعوا كل منهم عملهم ولم يهتموا بالموضوع. في اليوم الثالث تكرر ما حدث في اليومين السابقين، وكأنها تريد أن تخبرهم برسالة ما، تتحدث إليهم بالفعل وتنظر إليهم، لكنهم فضلوا أن يتجنبوا هذه المومياء ويبعدوا عنها واستمروا في عملهم. يقول في اليوم الرابع من عملهم بالمقبرة حضر بعض العمال وهم في لهفة لرؤية تلك المومياء، ظلوا ينظرون إليها وكأنهم يتبادلون حديثا صامتا معها، ثم راحوا يرون لنا شيئا مثيرا. قالوا إنهم شاهدوا تلك المومياء في أحلامهم، وإنها جاءت لهم في لحظات نومهم حيث جاءت لتطلب منهم طلب غريب. قالت لهم المومياء حين ظهرت لهم في أحلامهم: أريد منكم تغطية جسدي، لقد صرت عارية على يد لصوص المقابر، أرجوكم ضعوني تحت التراب، أرجوكم ضعوني تحت التراب. أنا لا أعلم هل كل هذا حقيقي أم أسطورة أم مجرد مواقف وأحداث حدثت بالصدفة، لكني أعلم جيدا بأن القدماء المصريين كانوا حريصين على حماية جسدهم لأنهم معتقدين بالبعث. علماء الآثار يختلفون حيث كسرت أقاويل الأثريين حول تلك الظاهرة. بعضهم يؤكد أن المصريين القدماء مارسوا تقاليد سحرية وركزوا قوة ديناميكية لمنع إزعاج الموتى. وفي عام 1949 قال عالم بأن هناك احتمال بأن قدماء المصريين استعملوا الإشعاعات النووية لحماية أماكنهم المقدسة، وربما تكون أرض المقابر قد غطت باليورانيوم أو أضيفت بها مادة مشعة من اليورانيوم والذهب إلى صخور المقابر يمكن أن تقتل الإنسان. حيث أكد أن المصريين القدماء عرفوا الذرة وأنتجوا غازا للأعصاب يحمي القبور، ووضعوا نظاما دفاعيا لحماية القبور بهذه الغازات.
حيث احتار علماء الآثار في تفسير هذه الظاهرة العجيبة الغامضة التي أصابت كثيرا من الناس بالخوف وجعلتهم يحاذرون من الاقتراب من مقابر الفراعنة. من جانب آخر، يروا مديرين المتحف المصري أن التعاويذ والأدعية في التماثيل والمقابر والبرديات المتواجدة في المتحف المصري أو المتواجدة في المتاحف المصرية بوجه عام لا تعني لعنة فرعونية، ربما كانت تمثل قوة سحر في زمانها وليس لها أثر الآن بعد آلاف السنين، رغم ما تذكره من تعرضها للعديد من المواقف الغامضة أثناء عملها، إلا أنها لا تستطيع الجزم بوجود لعنة فرعونية. ولكن الرأي هو، هل هناك لعنة؟ هل هي تعويذة سحرية؟ هل هناك حروف يمكن تصيدها على الناس؟ هل هناك بالفعل سموم قد أوضعتها المصريون القدماء؟ أم أن هناك مواد لها إشعاع مميت؟ إن ملوك مصر الفرعونية هم الآلهة، لأن لديهم عددا كبيرا من العلماء، والعلماء في خدمة الملوك. لذلك يظهر الملك أمام الشعب بأنه يعرف موعد المطر والفيضان. هل كل هذا حقيقي أم خيال؟ بل إن علمهم هو الذي لا يزال يحير العلم الحديث، ولذلك فليس عجبا أن يهتدي علماء مصر إلى أشياء لا نفهمها حتى اليوم. وليست اللعنة إلا شيئا متواضعا إذا قورنا بما عرفه المصريين من ألوف السنين لم نعرفه إلا أخيرا، أي سوف نرى ما الذي يقوله العلم الحديث في العلوم القديمة. وبكده انتهت فقرة حلقتنا النهاردة. كان معكم منا محمد لسونس أداب أثار جامعة عين شمس. زيارة المكان بصحبة فلان. إعداد وإخراج سعدية حسين.